من بين الصفعات والصدمات اللي غادي تلقاها نظام حضارة الجزائر في الفترة القليلة المقبلة، أحدها غادي يجي من أمريكا اللاتينية، تحديدا من الأرجنتين. الأرجنتين أحد أهم الدول في أمريكا اللاتينية بطبيعة الحال، واللي المواقف ديالها من الوحدة الترابية للمغرب كانت إيجابية إلى حد كبير خلال السنوات الماضية، لكن اليوم عندهم رئيس جديد، عندهم رئيس جديد اللي هو خافير مايلي، اللي التوجه ديالو معروف، اللي كيكره الميليشيات، كيكره الانفصاليين، كيكره هذا التوجه بأي شكل من الأشكال، كما أنه صديق كبير لدونالد ترامب، ويعتبر دونالد ترامب بأنه قدوة له. على كل اليوم متابعينا الكرام، السفير المغربي في الأرجنتين وأثناء زيارته إلى الكونغرس وجه دعوة رسمية لخافير مايلي باش أنه يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب. وصدقوني متابعينا الكرام إن قلت لكم أنا أعتقد جازما على أنه في الفترة القليلة المقبلة غادي نشوفوا ليس فقط اعتراف أرجنتيني بمغربية الصحراء، وإنما احتمال كبير جدا أننا نشوفوا قنصلية للأرجنتين في الأقاليم الجنوبية المغربية. علاش؟ لأنه كما سبق وقلنا الآن توجه ديال الرئيس الأرجنتيني الجديد معروف، وهذه المسألة ذكرناها. ثانيا المصالح الاقتصادية الكبيرة جدا ما بين الأرجنتين والمغرب، فكما قلنا الأرجنتين أحد أهم الدول البارزة في أمريكا اللاتينية، المغرب عبر ميناء الدخل الأطلسي هو كيعول ولا مخطط على أن التجارة مع القارة الإفريقية وكذلك أمريكا الجنوبية وللأمريكيتين بجوج غادي تطور بشكل كبير، خصوصا ونحن نتحدث اليوم ليس فقط عن ميناء الدخل الأطلسي، وإنما كذلك عن بناء أسطول تجاري كبير جدا وداخل طبيعة الحال في مشروع منفذ الأطلسي، لكن كذلك داخل في مخطط مستقبلي لزيادة التبادلات التجارية والمصالح الاقتصادية ما بين القارة الإفريقية، ما بين المغرب تحديدا والأمريكيتين، خصوصا أمريكا الجنوبية. فهذه محطة أخرى متابعينا الكرام اللي غادي تخلي أنه يكون هناك تقارب كبير جدا ما بين الأرجنتين ودول يعني أخرى في أمريكا اللاتينية وما بين المغرب كذلك. ولكن ركزوا على الأرجنتين هنا متابعينا الكرام، عندنا الآن رئيس يكره الميليشيات، يكره الانفصاليين، يكره هذا التوجه بكل أشكاله. عندنا رئيس اللي هو خافير مايلي، الآن توجه دياله قريب من توجه ديال المغرب. الآن المغرب يوجه دعوة رسمية للرئيس ديال الأرجنتين باش أنه يزور المغرب، وبكل تأكيد في هذه الزيارة غادي يتم التوقيع على اتفاقيات مهمة جدا غادي ترفع من التبادلات التجارية ما بين المغرب و يعني الأرجنتين، وهذه المسألة كانت حاضرة في المناقشات ديال السفير المغربي في الكونغرس ديال الأرجنتين. كذلك متابعينا الكرام غادي نشوفوا إعلانات مهمة جدا إذا تمت هذه الزيارة، إذا كانت في القريب العاجل فغادي نشوفوا اعتراف صريح وواضح بمغربية الصحراء، كذلك غادي نشوفوا قنصلية للأرجنتين في الأقاليم الجنوبية، لأن من مصلحة الأرجنتين كذلك أنه يكون عندها تواجد في الأقاليم الجنوبية المغربية، خصوصا ونحن نتحدث اليوم عن بناء ميناء الدخل الأطلسي، أسطول تجاري بحري مغربي اللي غادي يعزز العلاقات والمصالح التجارية والاقتصادية ما بين المغرب ودول الأمريكيتين، وبالتالي من مصلحة الأرجنتين على أنها تفتتح قنصلية بالتوجه الحالي ديال الرئيس الحالي، والاعتراف مغربية الصحراء غادي نشوفوه في القريب العاجل. وبطبيعة الحال بدينا كنشوفوا الآن الخطوات ديال تقارب مغربي أرجنتيني غير مسبوق غادي يكون في الفترة المقبلة. تمت الدعوة ديال الرئيس الأرجنتيني باش أنه يزور المغرب، وأعتقد على أنه سوف يتم التخطيط لهذه الزيارة في القريب العاجل، وبكل تأكيد غادي تكون هناك انتكاسة وصفعة دبلوماسية لنظام حضارات الجزائر، لأنه سابقا كان كيحاول بكل السبل وبكل الطرق باش أنه يحث يعني الأمريكي الدول ديال أمريكا الجنوبية باش يعترفوا بمرتزقة البوليزاريو، لكن المغرب استطاع في الآونة الأخيرة أنه يخترق دول أمريكا الجنوبية ويسحب عدد من الدول اللي كانت كتعترف بمرتزقة البوليزاريو، سحبت الاعتراف، بل هناك بعض الدول مثلا مثل يعني الجمهورية الدومينيك ولا البيرو اللي سحبوا الاعتراف ووجهوا صفعة لنظام حضارة الجزائر بالاعتراف بمغربية الصحراء. فالضربة هنا كانت ضربة مزدوجة بكل المقاييس، ولا ننسى كذلك البرازيل واعترافها بمغربية الصحراء من خلال الاتفاقية العسكرية التي وقعت ما بين المغرب والبرازيل كما سبق وتطرقنا في عدة فيديوهات. متابعينا الكرام أراكم في فيديو قادم.